أعلنت وزارة الخارجية والتجارة الأمريكية أنهما ستفرضان عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين المشاركين في بناء جزر نانشا بحوجة المشاركة في عسكرة بحر الصين الجنوبي. ردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين ستتخذ إجراءات حازمة ضد التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية لحماية حقوقها ومصالح شركاتها ومواطنيها. 中方在本国领土上开展相关。تنفيذ الصين أعمال البناء على أراضيها هو حق لها ولا علاقة له بالعسكرة. مشاركة مؤسسات وأفراد صينيين في أنشطة البناء أمر قانوني. من غير المعقول أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين بسبب مشاركتهم في أعمال البناء. تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين ينتهك القانون الدولي، وهو تصرف نابع من الهيمنة وسياسة القوة. تعارض الصين هذا بشدة، ونحث الولايات المتحدة على التوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية. ستتخذ الصين تدابير حازمة لحماية حقوق ومصالح شركاتها ومواطنيها.